شابات سعوديات مبدعات عرضت في العرض السنوي التي تنظمه جامعة عفت لطالباتها في قسم الإنتاج المرئي والإعلامي والرقمي من أفلام قصيرة وتسجيلية ورسوم متحركة لخلق منصات عرض لأعمالهم في حضور نخبة من رواد صناعة الأفلام في المملكة والخليج. والله أنا يعني أنا شخصياً مبهورة باللي تفرجنا عليه، وأنا فخورة جداً بطالباتنا، ونصيحتي الوحيدة لهم إنه المستقبل قدامكم، افعلوا اللي تقدروا عليه من غير ما تنسوا إنكم سعوديات مسلمات. جامعة عفت لها تقليد إن هي بتحتفي بإنتاجات الطالبات قسم الإنتاج المرئي والرقمي للعام الثالث على التوالي. بنعمل يوم احتفالي بنعرض فيه أهم إنتاجات الطالبات من أفلام وثائقية وأفلام قصيرة وأفلام رسوم متحركة، بالإضافة للألعاب التفاعلية اللي هم بيعملوها، وممكن استعراض كتابة السيناريو اللي هم عملوه النهاردة اللي كان شيء أكثر من رائع ولقى احتفاء الحضور. أعمالا ترجمت هموم وقضايا المجتمع السعودي عبر الأفلام القصيرة التي حملت رسائل عميقة وهادفة للمجتمع، ساهمت في تغيير الصورة النمطية عن المرأة السعودية من خلال أعمالهم التي عبرت عن حقيقة المرأة المسلمة بعقيدتها وفكرها وعاداتها. أنا فخورة جدا حقيقة، يعني أولا أشوف بنات أنا كنت أقابلهم وأنا أعتقد أن هم بس كانوا مواهب وعندهم طموحات، وأقابلهم في جامعة عفت ونتكلم ويقولوا عندهم أمال، بس اليوم لما شفتهم على الستيج وشفت الأفلام بتنعرض وفيلم ورا التاني بغض النظر أنها أفلام طويلة كانت أو قصيرة طبعا، لكن في حرفية واضحة، بنات طالبات حيتخرجوا الدفعة الجاية، لكن أنا أثق، وحتى لو كان الحلم يعني لسه يعني بادئ، لكن أنا أثق إنه المستقبل الجاي في أفلام رائعة في يعني أنا يعني على سبيل المثال انبهرت بفيلمين يعني، وأنا كرئيس مهرجان أيضا في مسقط، يعني يمكن أنا بلغت أستاذ محمد بغزالة إنه في فيلمين أريدهم عندي في المهرجان، لأنه مستواهم مستوى أفلام اللي تنافس فعلا. يعني احنا لما نبحث عن نحضر مهرجانات عربيه ولا دوليه من في اوروبا ولا في اي مكان، احنا نبحث عن هذه النوعيه من الافلام. في فيلمين فيهم ذكاء، فيهم يعني ما كانهم انتاج طالبات، يعني كانهم من عمل محترفين كبار. اعتقد ان هذه الطالبات عندهم اسلوب مختلف، واللي جميل في الموضوع ان في عندهم اسلوب غير تقليدي سواء في الطرح الدرامي او في الطرح الوثائقي، وهذا بحد ذاته نعم يستطيعون ان ينافسوا في المهرجانات والمهرجانات الدوليه ايضا. عدم وجود دول للعرض السينمائي في المملكة لم تقف أمام إبداعاتهم الطالبات التي شاركت أعمالهم في مهرجانات محلية ودولية وإقليمية وحصدت العديد من الجوائز. مشاهدينا، وبعد ما شفنا هالتقرير وتأكيدا لكلمة الأستاذة منى سراج أنه حلم، وهذا الحلم ممكن يتحقق بدعم، وكانت روتانا هي الداعم الرسمي للحديث عن هذه التجربة لمخرجات المستقبل. أرحب بضيفي في استديوهات جدة المخرج السعودي ممدوح سالم، ويسعد مساك أستاذ ممدوح. يا هلا، مساء الخير ولكل مشاهدي برنامج سيدتي. بداية أستاذ ممدوح، كيف كانت التجربة هذه، فكرة أول قسم للإنتاج المرئي والرقمي في جامعة عفت؟ طبعا جامعة عفت تعتبر أحد أهم الجامعات السعودية الرائدة في هذا المجال من خلال تأسيس هذا القسم، قسم الإنتاج الإعلامي والرقمي. طبعا هذا القسم أنا شهدت تأسيسه منذ 3 سنوات عندما دشنت الجامعة هذا القسم، وقدمت خطة هذا القسم والأهداف من خلال هذا القسم. بالتأكيد إحنا محتاجين بحاجة كبيرة لهذه التخصصات في صناعة الأفلام وفي صناعة المحتوى الإعلامي، لأنه الآن التوجه كبير لصناعة المحتوى الإعلامي،
كانوا جامعة عفت جامعة سعودية وجامعة رائدة تبنت تدريس هذا القسم بما يتواكب مع متطلبات التعليم الحالي التعليم العصري. طبعا من خلال ما قدموه هؤلاء الطالبات طبعا كان لهم مشاركات أيضا سابقة، كان لهم تجربة سابقة من خلال مهرجان الشباب الأفلام اللي قدمناه في مطلع العام الحالي 2016، وكان طبعا قناة روتانا خليجية هي الراعي الرسمي لهذا المهرجان. هذا الحفل وهذا القسم اللي بيقدم فيه الطالبات، هذه دلالة أنه إحنا بحاجة إلى مجموعة من المخرجات السعوديات اللي قدموا أنفسهم من خلال دراسة أكاديمية، من خلال عمل مهني، لأنه دائما كاحتراف، لأنه مسألة أنه أنا أكون مخرج أو مخرجة بمجرد أني أنا أتعلم كهواية أمارسها أو مجرد أني أتعلم من مصادر تعليم مختلفة، أوكي لا يمنع، لكن أنه أنا يكون عندي بشكل احترافي بشكل مهني، هذا أنا فعلا أحيي الجامعة وأحيي طالبات عفت. يعني في ذلك اليوم إحنا شاهدنا ليس فقط أفلام، شاهدنا ألعاب جيمز، يعني كان في طالبات سعوديات بعمل وتصميم لألعاب إلكترونية، شاهدت أو بالأصح سمعت لبعض الإعلانات الإذاعية، كانت إعلانات قريبة جدا على القلب وإعلانات مختلفة عن الإعلانات اللي نسمعها، وهذه احترافية، كونوا طالبات في 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 عمرهم في سن الدراسة الجامعية يقدموا هذا الإنتاج في مجالات مختلفة، في صناعة الأفلام، في صناعة الألعاب، في صناعة الإعلانات الإذاعية، الأفلام الوثائقية كمان كانت حاضرة، أيضا الأفلام الوثائقية بالتأكيد. بالتأكيد. طب أنت كمخرج كيف تقيم هذه المخرجات كلها؟ شفنا ما شاء الله تنوع بينها ثقافية وبينها رسوم متحركة، كل هذه المخرجات كلها أنت كمخرج متخصص كيف تقيمها أو كيف تشوف المستوى حق الطالبات؟ على الرغم أنه الطالبات هذولا هم يظلوا لسه ما زالوا في ظل الدراسة، لأنهم تخرجهم حيكون العام القادم، يعني فهم في الصف الثالث، إلا أنه تجاربهم تعطي مؤشرات أنه حيكون في نضج عندهم، نضج فني، نضج مهني. أفلامهم هذه فازت بجوائز في مهرجان عندنا، في مهرجان الشباب الأفلام، وأيضا كان لهم مشاركة في خارج المملكة. هذه دلالة أنه هم فعلا يمتلكوا الموهبة، ومن خلال دراستهم الأكاديمية بدأوا فعلا يعني يسلكوا طريق الاحتراف. أنا شفت أعمال جيدة، أعمال كانت جميلة. أنا أتذكر مقولة ذكرها رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع في كلمة مرتجلة قدمها، كان بيقول أنا بحاول أذكر نفسي أنه الأفلام اللي قاعد أشاهدها هي أفلام لطلبة لطالبات وليس لأفلام محترفين، ومع هذا الجمهور تفاعل كثير مع هذه الأفلام، الجمهور صفق كثير لهذه الأفلام وحياهم. أنا أتوقع بإذن الله من خلال جامعة عفت ومن خلال طالبات جامعة عفت سنرى مخرجات سعوديات محترفات، مخرجات يقدموا أفلام سعودية تعبر عن المجتمع السعودي، تعبر عن هوية المجتمع السعودي. طب أستاذ ممدوح، أنت من خلال بس السؤال هنا تفضلي. أنه كلها يعني على مستوى جيد ممكن إحنا نقول، وحنشوف مخرجات سعوديات، بس متى حنشوف النور أو متى أعمالهم تشوف النور أكثر في ظل غياب السينما؟ شوفي مسألة دور السينما، كلنا كمخرجين سينمائيين نطالب بإيجاد دور السينما، وهي مسألة وقت، لأنه هو هذا الموضوع قرار سيادي بالدرجة الأولى، لكن هذا ما يمنع أنه إحنا نصنع السينما، لأنه صناعة السينما شيء ووجود دور السينما شيء آخر. صناعة السينما بالذات الأفلام القصيرة السعودية يمكن من 10 سنوات بدأت تنضج التجربة السعودية، من عام لآخر بدأت تشارك الأفلام السعودية القصيرة والوثائقية والأفلام التحريك في مهرجانات، تحقق جوائز، كونه أيضا أصبح هناك ابتعاث لخارج المملكة أيضا لدراسة السينما، كونه تتوفر جامعة سعودية تقدم التعليم في صناعة الأفلام، أيضا هذه خطوة في نحو الاحترافية في صناعة الأفلام. إحنا بحاجة إلى أنه الآن يعني نؤكد على احترافية صناعة الأفلام،
متى ما جاءت دور السينما نحن حنكون جاهزين لها بإذن الله، من خلال هذه الاحترافية، من خلال هذه الكوادر، سواء بوجود الطالبات أو بوجود شباب آخرين في 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 صناعات مختلفة في مجال المحتوى الرقمي. بالتأكيد سنكون جاهزين تماما متى ما توفر صالات السينما في المملكة العربية السعودية. نعم أستاذ ممدوح، خلال القراءات اللي أنت شفتها كمخرج متخصص، في فرص مهيئة للطلاب والطالبات أو الأفلام اللي يصنعوها هذول الطلاب أنها تشارك وتنافس في مسابقات؟ بالتأكيد في فرص كبيرة لهم. إذا خلينا نتكلم يعني في فرص على المستوى العملي، لأنه السوق السعودي ينقص كثير من الكوادر السعودية وتحديدا حتى كوادر النسائية. هذا جانب. أيضا من ناحية المشاركات في المسابقات والمهرجانات السينمائية، في فرص كثيرة للمشاركة على مستوى دول الخليج أو على حتى مستوى العربي أو حتى على مستوى العالم. إحنا الآن أصبحنا مؤخرا، مهرجان كان هناك فيه تقريبا 6 أفلام سعودية قصيرة بالإضافة إلى فيلم بلال أنيميشن كان موجود. يعني هذه دلالة إنه الإبداع السعودي قاعد يصل إلى كل مكان في العالم، إلى مهرجان كان، إلى مهرجانات مختلفة في أوروبا، في العالم. بالتالي فرصة المشاركة في ظل وجود احترافية وفي ظل وجود يعني تعليم أكاديمي، بالتأكيد هذا متاح وحيكون منافس بشكل كبير جدا. نعم أكيد احنا نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، وأعمالهم أكيد ترى النور أكثر وأكثر في الداخل وتنعكس أكيد للخارج. المخرج السعودي ممدوح سالم، شكرا لك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن برنامج سيدتي مستمر في فقراته. في سيدتي بعد الفاصل، النظام الغذائي الغني بالأوميجا 3 يهدئ العدوانية لدى الأطفال. جديد سيدتي مول الآن على جهازك وموبايلك، أول موقع من نوعه عربياً. تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتي، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. سيدتي مول، الوجهة الأولى للماركات العالمية.